محمد وآله وصحبه أجمعين. حجاجنا الميامين، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسعي مشكور تمشيو سالمين إن شاء الله وتجيو غالبين إن شاء الله بحول الله. نتمنى باش أنكم تغتنموا هذه الفرصة مزيان وما تضيعوش هذه الفرصة، الله يجازيكم بخير. إن الحج فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام عفوا، وبالتالي خصنا نديوه بالواجب ديالو كيفاش خصو يكون. وبالتالي ما خصنا نديرو حتى شي حاجة اللي غادي تخسر هذا الحج ديالنا كيف ما بغى يكون الحال ديالنا. إذا خصنا نصبروا، خصنا نتعاملوا مع بعضياتنا بذاتية أحسن، وإن شاء الله بحول الله نأديو الفريضة ديالنا والركن ديالنا في أحسن الظروف إن شاء الله بحول الله. عندي لكم واحد الطلب، الله يجازيكم بخير، قبل ما تمشيو إن شاء الله بحول الله، باقي لكم 3 أيام ولا 4 أيام ولا 5 أيام باش تمشيو. تصالحوا مع الأهل ديالكم، تصالحوا مع الجيران ديالكم، تصالحوا مع الإخوان ديالكم، تصالحوا مع الأخوات ديالكم، مع الوالدين ديالكم، ما تخليو حتى شي ضغينة بينكم وبينهم، الله يجازيكم بخير. راه غادي نمشيو نصفيو كما كيقولوا، نصفيو النية ونصفيو الخواطر، باش إن شاء الله بحول الله يتقبل منا ومنكم ويدوز الفريضة ديالكم دوز في أحسن حال إن شاء الله بحول الله. نمشيو، أظن بأن واحد العدد كبير منكم عمر ما مشى للحج، ياك كبير الناس اللي ما عمرهم ما مشاو. وغنقول لكم واحد السر، راه النظرة الأولى اللي غادي تشوفوا بها الكعبة هذه مرة ملي غتمشيو، راه عمركم غتشوفوها مرة أخرى وخا تعاود تمشيو حتى ثلاث مرات. إذا هذيك النظرة الأولى هي اللي كيكون فيها الدعاء مستجاب. إذا ما تضيعوش هذه الفرصة، الله يجازيكم بخير. للحجاج جميعا وأنتم منه، أوصاكم حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، أوصاكم بجملة من الوصايا الثمينة الغالية، هي وصايا قبل ذلك قرآنية ربانية لابد أن تأخذوها بعين الاعتبار، فهي وصية من محب لأحبائه، من أمير يحب أهله ويحب مواطنيه إلى أمته. ولا تنسوا كذلك أنفسكم وأهليكم وكل من تحبون، ولا تنسوا هذا البلد الأمين، أن يجعله دائما الله عز وجل بلد القرآن والسنة، بلد الدين. ولهذا كان من دعاء الناصري الذي يدعو به المغاربة، واجعل هذا البلد بلد الدين وراحة الفقير والمحتاج والمسكين. والمنادي السيد بالحسن ادريس، تفضل مشكورا ويسلم الملف. هذا راه صح، يا راه كنا قرينا ما فيش حتى كلنا، راه الدرب واحد انا وهذا. تبارك الله. فرحانين بنيتي بهذا النهار الكريم عند الله اللي تجمعت فيه الامه ديال الاسلام، وغادي يمشيو يعدوا المناسك ديالهم في سيدي بيت الله، والله يوفق الجميع ونصر سيدنا الحج. الحمد لله اللي توفقنا وجاب الله التيسير، ونتمنى والله يوصلنا بخير ورجعوا بخير، والله يعمر ربي يستر عليكم، ودعوا معنا وندعوا معكم، والله يرجعنا بسلام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما عندي ما نقول بنيتي، لا الله يسهل عليكم، الدعاء الزوينه هي كل شيء بنيتي. انت فرحانه ان شاء الله؟ ان شاء الله بنيتي، ان شاء الله بنيتي، ان شاء الله. الله يسهل عليهم كاملين، الله يسهل عليهم كاملين، لا يحرمهم من ذاك المقام. نهاركم مبارك سعيد، حنا كنشكركم على هذه المشاركه، وكفرحانين بزاف بالحج ان شاء الله، لان 10 سنين هذه وحنا دايرين الطلب عاد توفقنا. كنشكروا العماله اللي تاهي واقفه معنا، والناس ديال الاداره.
راه وقفوا معنا، وكنشكركم حتى نتوما جزيل الشكر. كنتمنوا لكم التوفيق، الله يحفظكم، الله يسركم، الله يكون منكم المجر والزريعة، الله يحفظكم، الله يعاونكم على هذا العمل الطيب ديال الصحافة. كنتمنوا لكم التوفيق أولدي.